يعني اكيد اتكلمنا على مباراه اليوم، اكيد في كان سلبيات واكيد ايضا ايجابيات موجوده، لكن ان شاء الله لو في سلبيات ممكن تعوقنا في ان شاء الله مشوارنا في بطوله افريقيا. اكيد كابتن حسام بدري كلام كتير مع اللاعبين. خلينا نتكلم بقى على بطوله الدوري، هنطوي صفحه افريقيا حاليا لان احنا عندنا مباراه يوم الاربعاء مع الشرقيه. ازاي كابتن حسام البدري الى حد ما يبتدي يجهز اللاعبين في مباراه الشرقيه وفي نفس الوقت يقدر يريح العدد الكافي او العدد المطلوب من اللاعبين اللي ممكن يبقوا موجودين في ماتش القطن الكاميروني ان شاء الله عشان يقدروا يكونوا في حاله جيده في هذه المباراه؟ كابتن ربيع، التعامل مع مباراه الشرقيه خصوصا يعني خلاص عندنا بنقترب شيئا فشيئا من حسم لقب الدوري ان شاء الله والحفاظ عليه ايضا يا كابتن. هو انت عندك مجموعه اهداف بتجهزها، بتبتدي تنظم امورك في في, في نقاط سريعه. التخطيط طبعا الجيد الفتره اللي جايه بدقه غير عاديه، ده مهم جدا. اللاعبين طبعا لهم دور كبير جدا في التركيز والتزام وفي الراحات. الراحات لازم يكونوا مريحين نفسهم كويس قوي او يبعدوا عن اي حاجات تعطلهم. البرنامج الفني بتاع كابتن حسام الاداري والفني مهم جدا، وتحضير اللعيبه. بعد كده برضو الدقه في عدد ساعات اللي انا هشتغل فيها خلال الفتره اللي جايه، الساعات اذا كان في عدد ساعات يوميه او اسبوعيه او شهريه مجمل المباراه. طبعا طبيعي جدا الدوري، حجم الدوري زي ما قلت انه ربنا سهله ان الاهلي باقيله مبارتين بست نقاط هيحسم البطوله. ماتش الشرقية طبعا مفيش ماتش سهل، لكن على ورق الاهلي هو الافضل، هو الاحسن، هو الخبرات والفنيات، هو كل حاجه كويسه. فبرضو انا من وجهه نظري ان العمود الفقري بتاع النادي الاهلي اللي فيه اللعيبه الاساسيه اللي موجوده بقوه وبتلعب دي فتره كبيره جدا زي عبد الله مثلا، زي كولوبالي، واخد بالك، اذا كان حسام عاشور، الفوارق دلوقتي الحمد لله بين الاساس وبين مش كبير، هو بس ده بيلعب فتره كبيره جدا. فمن هنا بتيجي الثقه، بيجي الانبهار الفني اللي هو بيبدع بيه اللعيب. فعاوزين يا حسام ان هو يريح اكتر من اللعيب. حتى برضه شريف اكرامي من وجهه نظري عندنا الشناوي وعندنا احمد عبد المنعم وعندنا وعندنا وعندنا. فماتش الشرقيه ده ان شاء الرحمن باي عدد من اللعيبه، ما قلتش الفرقه كلها، لكن القوام الاساسي الرئيسي اللي بيعتمد عليه. فعمليه بقى التغيير دي مهمه جدا، وفي نفس الوقت ما فيش خوف. الماتش ان شاء الرحمن باذن الله تعالى الاهلي يحسمه وياخد ثلاث نقاط عشان يبقى بقينا ماتش وناخد بيه الدوري ان شاء الله. بس هو مشكله كابتن الدور الثاني كله خلاص بالنسبه للفرق الصغيره هي عامله مشكله للفرق الكبيره. لما نيجي نبص اسوان والشرقيه ونص التعدين، كل الفرق دي عامله مشاكل لبعض الفرق، ولكن طبعا النادي الاهلي بيدوس في كل الفرق لان هو عنده هدف واحد، هو حصول على بطوله الدوري. كابتن طبعا مليون في الميه، والا كمان انت النهارده لو مش هتلعب مباريات زي النصر التعدين وزي الشرقيه وزي اسوان وزي طنطا وزي الداخليه، لو مش هتلعبها وتبقى عندك ثقه كبيره في كل افراد الفرقه، يبقى في الاخر انت عندك مشكله في الفريق. احنا بنقول ان النادي الاهلي يمتلك فريقين وثلاثه، فبالتالي مهم جدا تجهيزات كمان معينه. يعني النهارده حجازي انا عايز اجهزه لمباراه القطن الكاميروني، نفس الوقت معرفش كان كابتن حسام بيعمل حاجه ومعرفش ليه فقدها بقاله فتره، فكره ان احمد فتحي يكون موجود في نص الملعب. يعني في اوقات معينه او ظروف معينه خصوصا في غياب حسام عاشور كان متالق محمد هاني ناحيه الباك رايت، وكان احمد فتحي قوه ضاربه في نص الملعب، سواء بيزيد ورا خط الهجوم، كان بيهدف كمان يعني اتحفنا احمد فتحي بكام جون كده من الاهداف الجديده عليه من التكمله، في نفس الوقت شويط، في نفس الوقت عنده الناحيه الدفاعيه والهجوميه. هل كان المفروض يعني تكمل يا كابتن الجزئيه دي مع احمد فتحي؟ حتى لو ما كملتهاش انا عايز اقول حاجه، في الفرق الكبيره اعمل حاجه وتطلع كويسه احاول احافظ عليها. ممكن يعني ممكن احمد فتحي يرجع كباك رايت، لكن ما يبقاش لفتره طويله قوي. يعني انا النهارده محمد هاني انا ما شفتوش من امتى؟ لا بقاله فتره كبيره. يعني خلاص احمد فتحي خد باك رايت وما بقاش احمد فتحي يروح لنص الملعب، وفي نفس الوقت محمد هاني مش موجود خالص. يعني النهارده انا كنت اشوف ان محمد هاني كمان في ظل غياب حسام عاشور على الاقل كان يبقى موجود كاحتياطي، بحيث ان انا لو حبيت ازق احمد فتحي في نص الملعب. لكن في الاخر هي طبعا تبادل وتوافيق عند المدير الفني، بس دي حاجه من الحاجات اللي انا مش عايز افقدها كنادي اهلي. نفس الوقت حجازي، نفس الوقت ادور على بديل لعبد الله السعيد لو انا طالع مباراه بره وعبد الله في اجهاد. هل ايه ممكن اغير الطريقه؟ ممكن العب 4-3-3. طب لو لعبت 4-3-3 لما رحت لعبت بيها مع بيدفست، هل العب ب مثلا احمد فتحي وحسام عاشور وعمرو السوليه ويبقوا دول الثلاثه
والثلاثه اللي قدام يبقوا طرفين زي برشلونه كده والريال يبقوا طرفين وراس حربه، يعني يبقى وليد سليمان ومؤمن زكريا واحط كوليبالي؟ وهل ما ينفع ان ما يبقاش في عبد الله السعيد خالص؟ وارد. يعني في مواقف معينه، هل النادي الاهلي متمرن على الكلام ده ولا لا؟ كل دي حاجات ترتيبات لما هو قادم. النادي الاهلي بيحافظ على طريقه 4-2-3-1، لكن في الاخر اي فريق كبير بيبقى عنده كذا طريقه اقدر العب بيها. انا مش هفضل بلعب بطريقه واحده ويحصل فيها مشكله. يعني النهارده ماتش الشرقيه، عبد الله هيلعب ولا مش هيلعب؟ طب لو عبد الله لعب وبقى مجهد، هل ممكن اروح القطن الكاميروني ما ابتديش بعبد الله؟ وارد. طب هل لو ما ابتديتش بعبد الله اغير الطريقه ولا بحافظ على نفس الطريقه؟ هتبقى صعبه يا كابتن تغير طريقه. انت قلت كلمه مهمه جدا. طب لو حافظت على الطريقه مين اللي هيلعب مكان عبد الله؟ ما هي دي بقى النقطه، ما فيش الاقرب. اجايه هو اللي بيلعب، هو الاقرب واحد، وجربه الكابتن حسام. لكن انت حطيت ايدك على مشكله دلوقتي يا كابتن وليد، وانت قلتها استنساخ واحد زي عبد الله، لإلا تبتدي يبقى عندك طريقه ثانيه تقدر تتعامل بيها في ظل غياب لعيب بيقدر هو بينفذ لك الطريقه المميزه اللي انت بتكسب بيها دايما باستمرار. بالظبط. دي انت عندك يا كابتن وليد، يا كابتن فاروق، دلوقتي لو انا جيت ريحت كولوبالي واحمد فتحي ده ماتش الشرقيه عشان القطن الكاميروني، انه مجاديد وعبد الله السعيد واجايه برضه حافظ زي ده من الاساسيين اللي موجودين، وشريف اكرامي، دول خمس لعيبه واخد بالك. لو انا بقى قلت لك هل انت عندك شك في احمد هاني، محمد هاني لو لعب ماتش جاي مش هيأدي؟ طبعا هيأدي، واخد بالك. وحافظ على ربيعه وسعد سمير برضه دخله، لان سعد واخد بالك طبعاً. مهم جدا. وصبر الرحيل وخلي السوليه ورجع عاشور عشان هم اللي يظبطوا لك، واخد بالك. ودخلت ميدو جابر بدأت بيه، وصالح جمعه اديته شويه، ولعبت عمرو جمال ونفس القوامه كويسه شويه، ويبقى انت ريحت الاساسي بتوعك ودخلت الناس وعملت اللي بنتكلم فيه. وانا متهيألي من وجهه نظري الامور الفنيه مش هتتغير كتير يا وليد، والامكانيات تسمح طبعا. لا بس انا هو عملت لك تشكيله وكله راضي عنها بنسبه 100%، لان عمرو جمال هيجيد حتى على الاقل بتاع كل بقى، عشان الشده وحتى قوته الصحيه تبقى موجوده، لان انت عندك سفر كبير هيلعب وهيسافر. سفر الكاميرون ده طويل جدا ومجهد، وهتلعب في جو مش زي جو مصر خالص. صالح جمعه اديله بلاي ميكر النهارده يقدر يظبط لك، او حتى على الاقل بتديله دفعه ان انت تكون انت البديل لعبد الله السعيد مثلا. وليد سليمان ما بداش النهارده، ابتدي بيه الماتش، يبقى انا دخلت وعملت الروتيشن بتاعي وكل الامور زي الفل. كلام مظبوط. يا اما بتلعب على ريسك الاستشفاء، يعني تبقى انت واثق ان انت بتلعب مباراه زناكو النهارده، وبعدين ثلاث ايام وتلعب الشرقيه، وثلاث ايام وتسافر سفر مرهق جدا، ويومين وتلعب القطن الكاميروني بنفس التشكيل. هنا فيها ريسك، فيها ريسك عالي على الاجهاد. هل هي يعني الاستشفاء هتقدر يروح عبد الله السعيد مثلا وحسام غالي وكوليبالي واحمد فتحي واللعيبه المجهده تروح بنفس الكباستي وبنفس القوه والاندفاع والفوقان بلغه الكوره في مباراه القطن؟ دي نقطه. ولا ممكن لا قدر الله تبقى خسرت الاهم في مقابل الاقل اهميه، يعني انا العب بالفول تيم الشرقيه واكسبهم، وبعدين اروح مجهد في القطن اعمل نتيجه سلبيه ارجع على المقص. يبقى عندي مشكله. ما هو كابتن ساعات بتحصل ان انا العب بالفول تيم مثلا شوط اولاني اخلص ماتش شيء وابتدي الشوط وغير 11 الشوط الثاني. لا 11 لا، هم ثلاثه بس كابتن. طب انا عايز اقول حاجه يا وليد. طيب مش ممكن انا يكون عندي مثلا مجموعه من لعيبه مصابه؟ طب طيب لو انا في حاله الاربعه الخمسه دول مش موجودين هعمل ايه كتيب النادي؟ هيقف عليهم؟ لا طب انت واخد بالك ازاي؟ انا قلت لك الحل الامثل يا كابتن زي ما عمل زين الدين زيدان. زيدان يعني ماشي كما ينبغي، خد بالك هو ممكن مرشح انه ياخد من احسن المدربين السنه دي عشان الجزئيه دي. هو ماشي في اثنين تراك، الاثنين يعني الدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا، مفيش اعلى من كده، وماشي فيهم بنفس الحرفيه. اللعيبه اللي بتلعب هنا زي اللعيبه اللي بتلعب هنا، اللعيبه اللي بتلعب في الشامبيونز الاساسيه اقويه جدا، بيدخلوا كل مباراه بقوه كبيره جدا، وفي نفس الوقت بيروح في الدوري بيلعب بفريق ما تقدرش تفرقه عن الفريق الاساسي. شوف ان ده اختبار حقيقي يا كابتن، حته ان انا اعمل الجزئيه اللي بتتكلم عليها. مليون في المية طبعا، الله يكون في عون الكابتن حسام طبعا. وبرده في حاجه برده عشان ما نبقاش بنظلم الكابتن حسام لوحده، لازم اللعيبه تساعده. يعني زي ما الكابتن ربيع النهارده، انا ما اجيش مثلا احط محمد هاني كباك رايت وريح فتحي وبعدين انت تيجي تبقى زي تبقى وحش. لا ما ده مين؟ انت لعيب.
انت لما تاخد الفرصه انت بتلعب في النادي الاهلي، اما تاخد الفرصه لازم تعض عليها. يعني كان زمان، ما هو اقول لك على حاجه، هي فكره ايه فرقه كبيره؟ ان انت ما بتلاقيش مكانك، بتبقى بتشمه. يعني فاكر في الجيل الذهبي ايام الكابتن ربيع مثلا، او ايام الجيل بتاعنا اللي في الالفينات، او حتى جيل ابو تريكه. النهارده انت بيلعب ابو تريكه وبيلعب قدامه مثلا فلافيو وعماد متعب، تمام؟ مين اللي قاعد؟ اسامه حسني، تمام؟ اسامه حسني عامل ازاي وهو قاعد؟ صحيح. هيتجنن. ما هو فلافيو وعماد كل ماتش يجيبوا جوان، فمش سايبين خرم ابره ان اسامه يدخل منه. طب لما اسامه يدخل بيكسر الدنيا، ليه؟ لان انا مش لاقي فرصه، عايز الحق نفسي انا كمان عايز العب. فهي كده في النادي الاهلي المفروض. صالح جمعه بقى دخلت مكان عبد الله السعيد، محمد هاني دخلت مكان احمد فتحي، عمرو جمال دخل مكان كوليبالي، لازم انا كمان اثبت. مظبوط. ما بقاش انا بديك فرصه وانت برضو ما النتيجه. في نقطه يا وليد، انت بتشتري اللعيبه دي عشان تكون اساسيه ولا عشان احتياطي؟ يا كابتن، في الاول وفي الاخر انت بتشتريهم فريق كبير، فريق عنده انت فاهم قصدي، كل ال 30 واحد ماشيين في اتجاه واحد. هو انا بجيب مثلا صالح جمعه عشان يلعب طبعا، وصالح جمعه اللي بعد نفسه عشان بعيد شويه، لازم يساعد نفسه. واخد بالك اللي اقصده؟ ان انت هو فرصه العمر، ان جت بامر الله تعالى، ان ربنا مريحنا في الدوري ومفيش خوف من البديل يا محمد، مفيش خوف، لان الناس كلها مستوى قريبين جدا من بعض. فده فضل ونعمه ان انت الدوري ان شاء الله تقدر تحسمه. وكمان القوه، يعني الجانب الفني مش هيستنزف عندك جانب فني كتير في ماتش الشرقيه. يعني كميه الجري، كميه التمرير، كميه التحركات، كميه كميه مش هتبقى بحجم مثلا فرقه كبيره زي المقصه. يعني قصدك كابتن انا العب على قد المباراه وان شاء الرحمن يعني فاهم؟ يعني مثلا تشكيل بالنسبه لحضرتك كابتن ربيع ممكن نقدر نحطه في مباراه الشرقيه، يكون حته التوازن اللي احنا بنتكلم عليه يبقى موجود مثلا. انا قلت لك رامي ربيع يبقى موجود، ودخل سعد سمير او نجيب، مفيش مشاكل خالص. وعندك صبر حين موجود، نجي له فتره خليه مش مجهد قوي، لان في فرق، يعني في تعب وفي اجهاد ممكن، لكن الثلاثه دول مفيش. عندك الشناوي احمد عادل عبد المنعم لعبوا قبل كده، اديتهم، ادي لواحد منهم وريح شريف مفيش مشاكل، او شريف يلعب، شريف حارس مرمى، فمحمد هاني اديله ورايح احمد فتحي. كابتن ياخد ولا ايه رايك؟ ياخد شناوي. ياخدش ليه يا كابتن؟ هو انت جايبه ليه؟ هو لو في فوارق كبيره انا هجيبه؟ مش هجيبه خلاص، ده مش ولد صغير طالع ناشئ عشان ده لسه، ده انت جرجل شاريه وخلي بالك عشان تفوق بيه شريفك، عشان يبقى موجود، عشان يلعب، عشان السوليه لا خليه، لانه يديله فتره السوليه مش موجود ولا حاجه. حسام عاشور ريح، وحسام عاشور كميه الجري الكتيره اللي بتاعته يعني مش 90 دقيقه قدام ورا، هو ليه مساحه في الملعب بالعرض وبالطول بيجري فيها خلاص، ده العمود الفقري بتاعي اللي بيقدر يعمل الانضباط والايقاع السريع او البطيء او التهدئه او تحول من دفاع لهجوم. خليه بص كل معظمه موجوده، خلي ميدو جابر برضه، ميدو جابر لازم يدعك اكتر من كده، مفيش مشكله لا في اجهاد ولا في تعب، ده لسه قدامه سنين عشان الاجهاد. وليد سليمان ممكن تدخله النهار، انت ريحته، ابتدي بيه وريحه الماتش الجاي، خليه احتياطي بديل، مفيش مشاكل خالص. وصالح جمعه، صالح جمعه طبعا لسه هزيله، مفيش اي حاجه خالص، لازم تشوف ولازم تدير ولازم تدعكه، لازم تحمله المسؤوليه، لازم تخرفه. يعني ايه تركيز؟ يعني ايه وجودك؟ على الاقل يعني يستفيد النادي الاهلي بالفتره اللي موجود فيها صالح. وبعدين اكرر، هل صالح هيستمر معايا ولا مش هيستمر؟ لا ده لسه، لا يا محافظ، لا ده الراجل. وعمرو جمال، عمرو جمال كده كده انت قبل ما تجيب كوليبالي كان هو الراس حربه الصريح والاساسي بتاع النادي الاهلي، واخد بالك؟ فاهو ادي، يبقى انا ريحت كوليبالي واحد، واحمد فتحي اثنين، وعبد الله السعيد ثلاثه، وجاي اربعه، وشريف اكرامي خمسه، مفيش اي مشكله. كابتن وليد، في حد زياده او نقص؟ بص، هو في كابتن ربيع برضه، هو في كذا سيناريو، يعني كل السيناريوهات مطروحه قدام الكابتن حسام البدري. النهارده هو في وجهه نظر، لو انا بلعب دوري بس اقول ايه؟ ان انا اخلص الدوري بالفول تيم بتاعي، وبعد كده كل المباريات المتبقيه زي ما كان بيعمل مستر مانو الجزئي اديها للناس الاحتياطي. لكن النهارده انا دخل افريقيا في الموضوع، يعني النهارده ما بقاش سيناريو واحد زي الاول، ان انا بلعب الدوري كسبت الشرقيه والمقصه بالفول تيم بتاعي، وبعد كده بدي بقيه المباريات كلها لكل الناس اللي ما بتلعبش. طب السيناريو ده جواه افريقيا، هل انا لو عملته هياثر عليا في افريقيا ولا لا؟ ما دي برضو حسابات الكابتن حسام البدري. انت تقول لي، انا وجهه نظري، انا بتفق مع كابتن ربيع، وجهه نظري ان لا، محمد الشناوي ياخد، ومحمد هاني ياخد، وسعد وحجازي، انا بقى يعني بزود كمان، انا وجهه نظري ان كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي هي لعيبه اساسيه. انا النهارده
ما اقدرش اقول ان محمد هاني ده مش لعيب اساسي وكان بيلعب كل المباريات. سعد وحجازي ده هم دول اصلا اللي كانوا اساسيين، وكان رامي متعور ونجيب ما بيلعبش. علي معلول ياخد بدل، لازم اريح صبري. صبري علشان لو انا ناحيه دفاعيه هيروح يلعب في القطن، يبقى لازم يروح وهو بالفول باور بتاعه. صحيح. فصبري يعني مهم جدا ان هنا علي معلول يكون في مباراه الشرقيه، مهم قوي. في نص الملعب حسام عاشور طبعا لانه ما لعبش النهارده، واحد من ممكن ادي اكرم توفيق، ممكن ادي السوليه لو انا ناوي ان هيكون غالبا حسام عاشور السوليه. اجي قدام بتفق مع الكابتن ميدو جابر، مفيش مشكله. صالح جمعه مفيش مشكله، ممكن ادي مؤمن زكريا. مؤمن زكريا على فكره كان بعيد وهو لعيب اساسي وجاي على فترات، يعني خد وريح كويس، خد النهارده نص ساعه فترة الجواز، ريح وريح كويس راح. وخد النهارده نص ساعه، والماتش اللي قبليه خد تقريبا شوط. فهو لسه برضو محتاج نفس مباريات. واجي قدام الاعب عمرو جمال، ما فيهاش مشكله. يعني هي بتفق مع كابتن ربيع، ده انا كمان بزود لعيبه يعني كمان انا شايف ان نجيب ورامي ممكن يجهدوا لو لعبوا الشرقيه، صبري يجهد لو لعب، احمد فتحي يجهد، وفي نفس الوقت هحافظ بقى على عناصر انا فعلا متاكد طبعا ان شاء الله ما فيش حد يجي له اصابه، لكن متاكد ان اللعيبه دي لو وصلت القطن هتلعب. واحد زي احمد فتحي هيلعب، شريف اكرامي هيلعب، صبر رحيل هيلعب، حسام عاشور هيلعب، عبد الله هيلعب، يعني كوليبالي هيلعب. انت في عندك 6-7 قوام الاساسي، اكيد لو ما فيش اي اصابه لحد هيروحوا يلعبوا. فانا احسن اريحهم من دلوقتي، اعمل لهم استشفاء كويس ويروحوا بالفول باور. صحيح. يعني اخيرا كابتن وليد، نصايحك بقى او النصايح اللي ممكن في الفتره القادمه للاعيبه النادي الاهلي. بص، نصايحي للعيبه اللي ما بتلعبش او اللي هي بعيد عن المباريات الثلاث اربع مباريات الاخيره، وللعيبه اللي هي زي ميدو جابر زي صالح جمعه اللي لسه ما حطش بصمه اساسيه، في حاجه، طمن المدير الفني، طمن المدير الفني. النهارده لما اللعيب اللي بيحتاجه المدير الفني بيأدي وبيأدي احسن من اللعيب الاساسي، ده بيحصل حاجتين. اولا المدير الفني بيطمن لك، فبيلعب المباريات بعد كده ان هو عنده فريقين، اقدر العب ده، اقدر العب وليد سليمان، اقدر العب ميدو جابر، ما عنديش مشكله. الاثنين قريبين جدا في المستوى، ادي واحده. الحاجه الثانيه، لما حد يجي له عرض احتراف بتطمن الاداره ان انا ما عنديش مشكله ان فلان يمشي. يعني انا شخصيا لما كنا في لجنه الكوره وجي عرض رمضان صبحي وجي عرض تريزيجيه وجي عرض ايفونا، احنا القرار ان دول يمشوا عشان انت مطمن ان في عبد الله، ومطمن ان في مؤمن، ومطمن ان في وليد سليمان، ومطمن للعيبه انت عارف مستواه كويس. فبالتالي مشيت رمضان ومشيت تريزيجيه والاهلي خد الدوري برضه، مفيش مشكله، ومشيت ايفونا وجالك اجاييه وجالك دلوقتي كوليبالي. فهي الفكره، اللعيب هو اللي بيطمن الجهاز الفني وبيطمن الاداره. فلو سمحتوا اللي ياخد فرصه، حسين السيد، محمد هاني، في نص الملعب اكرم توفيق، عمرو بركات، صالح جمعه، عمرو جمال، طبعا متعب لعيب كبير، يعني مش اي حد ياخد الفرصه، لازم يقنع الجهاز الفني ان هو رجليه في الملعب. صحيح. كابتن ربيع، النصايح بقى للفتره القادمه بالنسبه للاعبين. العبره مش بالاسماء، العبره بالعطاء بس. ده اللي اتقال للكابتن حسام واللعيبه باذن الله تعالى، وربنا يوفقهم يا رب كده ان شاء الله، وينصرهم ويسهل لهم الامر الحال ان شاء الله، والتوفيق في الشرعيه والخدم الكاميروني باذن الله تعالى. كابتن ربيع، يعني نورت وشرفت، وهارد لك النادي الاهلي نقطتين، واكيد هيبقى في تعويض من خلال الاصرار واللي هو اللي زي ما بنقول ايه، البطل دائما بيبقى ممكن يتقرص في الاول عشان يقدر يكمل ويحقق هذه البطوله. كل خير ان شاء الله. شكرا كابتن فاروق. شكرا كابتن وليد. شكرا كابتن فاروق، وان شاء الله باذن الله التوفيق كله للنادي الاهلي. وعودنا او عودونا رجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان هم يعني في المواقف الصعبه، بطوله افريقيا دي حلم عند الجماهير وحلم عندنا وحلم عندهم اكيد. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان ما يبقاش في تفريط في اي نقطه حقيقي، علشان يحققوا حلم جماهيرهم، وده مهم جدا، عدم التفريط في اي نقاط اخرى في هذه البطوله او مشوار هذه البطوله. يعني زي ما بنقول كابتن وليد، هو حلم، وزي ما بنقول احنا دقنا العالميه، فبالتالي 2014 ما حصلناش على هذه البطوله او موجودين في هذه البطوله. يا رب ان شاء الله. ضربه البدايه كانت يعني مش هنقول غير موفقه، ولكن نقطه احسن من ما فيش خالص. فبالتالي النهارده احنا في المركز الثاني ان شاء الله، الثلاث نقاط الجايين نبتدي نخش واحده بواحده في هذه البطوله، نوصل لدور الثمانيه ان شاء الله. ربنا يوفقنا نوصل لدور قبل النهائي ثم النهائي. دي حاجه مهمه جدا ان النادي الاهلي بيعملها، لان احنا عندنا مجموعه من اللاعبين مميزين، الخبرات موجوده، الامكانيات موجوده،
كله موجود ان شاء الله عشان نوصل لهدفنا، هو هدف حصول على هذه البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام. اكيد مكملين معاكم من خلال استاد الاهلي، معنا استاذ وليد الحديدي بعد الفاصل. بنشكر طبعا نجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن ربيع ياسين وكابتن وليد صلاح الدين، تحليل فني رائع دايما باستمرار خلال وجودهم هنا. فاصل ونرجع نكمل معاكم استاد الاهلي.